أيها الإخوة في الله، نحن مع طبيب من أطباء الأمة، ومع عليل ومريض يريد أن يعصي الله عز وجل، فأتى إلى إبراهيم بن أدهم وقال له: يا إمام، إني أريد أن أعصي الله، فعظني، هب لي ما يكون زاجرا لنفسي. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك الله فيه. قال: وأي مكان لا يراني الله فيه؟ قال: تريد أن تعصي الله وهو يراك؟ قال الثانية: إذا أردت أن تعصي الله، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال: يا إمام، ومن أين أكل والرزق رزق الله؟ قال: تريد أن تأكل من رزقه وتعصيه؟ قال: هات الثالثة. هذا هو الدواء الثالث، وهذا هو العلاج الثالث، وهذه هي الكبسولة الثالثة. قال رحمه الله: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى أرض غير أرض الله. تريد أن تعصي الله؟ اذهب إلى أرض غير أرض الله. قال: يا إبراهيم، يا إمام، وأي أرض غير أرض الله؟ والأرض أرضه. هذا هو الدواء. يا من حدثته نفسه الأمارة بالسوء، تريد أن تعصي الله على أرض الله؟ على أرض الله؟ اذهب إلى أرض غير أرض الله. قال: وأي أرض غير أرض الله؟ وصدق والله. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: قل لمن الأرض ومن فيها، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. كتابه الكريم: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، وأرض الله، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأرض أرض الله، وربنا يقول في كتابه الكريم: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قالوا ألم تكن أرض الله، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم، وساءت مصيرا. الأرض أرض الله، قال ربنا في كتابه
كتابه الكريم فذروها تأكل في أرض الله 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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. أكد الله هذا المعنى وكرر هذه الآية في موضع آخر قال لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قال إبراهيم بن أدهم لهذا الشاب تريد أن تعصي الله على أرضه تريد أن تعصي الله على أرضه والله يقول في كتابه الكريم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويقول ربنا في كتابه الكريم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويقول ربنا في كتابه الكريم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا يسعون في الأرض فسادا بالشرك بالله يسعون في الأرض فسادا بالابتداع في دين الله يسعون في الأرض فسادا بالمعصية يسعون في الأرض فسادا بالقتل والسلب والنهب يسعون في الأرض فسادا بالتفجيرات والانقلابات والاغتيالات هذا من الإفساد في الأرض ويسعون في الأرض فسادا قال تريد أن تعصي الله على أرض الله أيها العاصي أي سماء تضلنا وأي أرض تقلنا غير سماء الله وأرضه أيها العاصي. قال كعب الأحبار رحمه الله إنما تتزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترتعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. العاصي إذا عصى الله على أرضه تزلزلت الأرض تحركت اضطربت اهتزت
لماذا؟ لأنه عمل على ظهرها المعصية والذنب والخطيئة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله، واسمعوا لهذا الكلام، قال في جوابه، يعني في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال: ولولا حلمه ومغفرته، ولولا حلمه ومغفرته، يعني حلم الله ومغفرة الله، ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد. قال الله: إن الله يمسك السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، قال: لولا حلمه عن الجناح ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. قال الله في كتابه الكريم: تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، وتنشق الأرض، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. انظر إلى أثر المعصية والذنب على الأرض، على السماوات، على الجبال، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ فتأمل أيها العاصي، وقف مع نفسك، قف مع نفسك، هذا حال الكون إذا ارتكبت المعصية والذنب والخطيئة. أيها الأخ الحبيب، أيها الأخ العزيز، اسمع، الأرض تتقارب لمذنب تائب، تتقارب لمذنب تائب وتقبله، وترفض مذنبا مصرا وترفضه. فقد جاء في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري ومسلم، من حديث أبي سعيد الخدري في قصة ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، أنه أراد التوبة، فلما أراد التوبة ودله ذلك العالم أن يخرج من قريته وأن يذهب إلى القرية الفلانية، من أراد أن يغير من حاله، من أراد أن يبدل من نفسه، من أراد أن يستبدل بالمعصية طاعة، فليفارق المكان الذي فيه المعصية. قال له ذلك العالم: اخرج من قريتك واذهب إلى القرية الفلانية واعبد الله فيها. فبينما يمشي ذلك الرجل التائب الصادق مع الله، وإذا بملك الموت ينزل عليه فيقبض روحه، فتختصم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تأخذ روحه لأنه أقبل تائبا على الله، أقبل تائبا على الله، وملائكة العذاب تقول: قتل 100 نفس. فأوحى الله إلى الأرض كما في مسند الإمام أحمد، وهذه الرواية خارج الصحيحين، أن تقاربي، تقاربت لمذنب تائب وقبلته، وتباعدت عن مذنب مصر ورفضته، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك في ذلك الرجل الذي كان من بني النجار وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنصر يوم أن مات على النصرانية ودفنوه، لفظته الأرض وما قبلته. فهذه الأرض تعصي الله عليها، تعصي الله عليها، وهي تحدث أخبارها وبما يكون على ظهرها من الذنوب والمعاصي والآثام. قال: تريد أن تعصي الله واذهب إلى أرض غير أرض الله. قال: يا إمام، وأي أرض غير أرض الله؟ هات الرابعة، هات الرابعة، هات الرابعة، هي حديثنا في درسنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى في مسجد البينة الغراء، مرتعنا بالعلم والحلم والإحسان والرشد. ناشدتك الله
ناشدتك الله، ناشدتك الله يا راجي تفرقنا، عد عودة الحق أو صمتا بلا حصد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.